تحضيراً لانطلاق الحملة الانتخابية لرئاسيات 7 سبتمبر 2024، ولاية برج بوعريريج تسهر على توفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية من خلال تهيئة الفضاءات المناسبة لاحتضان التجمعات واللقاءات التي سيعقدها المترشحون الثلاثة. فيما يخص الوسائل المادية والبشرية، منذ تنصيب الخلية الولائية العملياتية على مستوى الولاية، شرعنا في التحضير الجدي والمسبق للانتخابات عبر كل مراكز ومكاتب التصويت، وذلك تحسب الاستقبال الناخبين في أحسن ظروف إن شاء الله. الأشغال متواصلة لوضع اللمسات الأخيرة على القاعات والمنشآت العمومية، بالإضافة إلى تهيئة الفضاءات المخصصة لوضع الملصقات الإشهارية الخاصة بصور المترشحين على أن تكون جاهزة في الموعد المحدد قبيل انطلاق الحملة الانتخابية في 15 من الشهر الجاري. فيما يتعلق بالاستعداد كذلك للحملة الانتخابية، فقد قمنا بإحصاء كل القاعات وكل الساحات العمومية التي يمكن أن تحتضن هذه التجمعات أو اللقاءات التي يقوم بها المترشح أو ممثليه، ونحن بصدد رفع أي تحفظ في هذه القاعات، سواء ما تعلق بالكهرباء أو بالماء أو بأي كان. الخلية اللي قلت لك عليها المنصب على مستوى الولاية بكل المقاييس رهم وراء هذه العملية. توفير وشروط الضرورية لاحتضان اللقاءات والتجمعات ومختلف الوسائل والأدوات الخاصة بالعملية الانتخابية من شأنه تحفيز المواطن من أجل أداء واجبه الانتخابي وإنجاح الاستحقاق الرئاسي.